زيزو زيزو، يلا قومي، مقلتي اليوم عندك مقابلة على الدوام الجديد. بنت زيزو، قومي يلا. ايه ماما، ايوه اليوم عندي دوام، يا رب اقبلوني، رايحة اشتغل في حضانة. ايوه انا عارفة، بس يلا تاخرتي حبيبي. سعيد يا عمي، صاحي اشوفك قبل لا اروح. حياتي يا روحي، يلا يلا خلاص، سيبي اخوك وروحي انت يلا بسرعة. شوفي ماما نومت لك، هو ترى مالك صلاح، خلاص سيبيه، والله نام كمان مزكم يا ماما، حطي له قطرة في انفه. ما شاء الله صرتي، ما شاء الله عندك دروس خلفية عن هذه الاشياء. ايوه رايحة اشتغل في حضانة لازم. اوكي يلا روحي بالتوفيق عاد يا اخوكي، يلا رايحة ابدل، راح اتروش. ان شاء الله يقبلوني. بس هو ماما حضر القهوة، انا حاطة معجون في فمي ماني قادرة اتكلم زي انه تحضري لي القهوة. قهوتك يا ماما لا يعلى عليها، تسلم يدك يا ماما على هذه القهوة، مرة تجنن. يلا خليني بسرعة اقوم البس، لا تأخر علي. خلاص أنا رايحة كده، خلاص جهزت كل أغراضي، يلا أنا ماشية، يلا بتشوفي حبيبي تقول لي، يلا أنا بنور أخوكي. لا إن شاء الله، أدعي لي يا ماما، أدعي لي إن شاء الله يقبلوني. بالتوفيق زيزو حبيبي. إن شاء الله. أنت زيزو صح؟ إي أنا زيزو. طيب يلا خدي أمسكي هذا الولد دحين، والحين بجيب الرضاعة، حاولي إنك تنوميه. أوكي راح أحاول، سهل مرة، أنا بحب الأطفال أصلا مرة ونوم على طول. ما شاء الله واضح عليكي مرة تحب الأطفال وحنونة، ما شاء الله تبارك الله، حتى ما أخذتي دقيقة والطفل نام. أيوة الأطفال يحبوني مرة، أصلا أمي تقولي دايما أنت الحنونة، ما شاء الله تبارك الله. يلا طيب حطي الطفل على السرير وشوفي باقي الأطفال، غيري لهم الحفاضة، سوي لهم، نغير الحفاضة، غير حفاضة مين؟ تغيري حفاضة الأطفال، تأكليهم، تشربيهم، ها أجل، إيش تحسبي؟ تحسبي كذا بس تشيليهم؟ لا أنا ما قالوا لي إني أغير لهم حفاضة، أنا أكره هذا الشيء، عندي فوبيا. لا لا ما عليك، سهل الموضوع مرة، يلا روحي شوفي شغلك. أوهو شغلة جديدة، راح أغير حفاضة الأطفال، أنا أول مرة أدري إنه لازم أغير حفاضة الأطفال. أهلا أهلا، نورتي والله، نورك والله، انتي ما شاء الله جيتي جديدة. ايوه انا اسمي زيزو، بحط النونو هذا على السرير، حطيه على السرير اللي هنا. اوكي ما شاء الله تبارك الله، الحضانة حقتكم مرة حلوة. ايوه هذه مرة حلوة الحضانة، عشان كده انا حبيت اني اشتغل فيها. انتي من متى بتشتغل هنا؟ ما شاء الله لي يمكن 5 سنوات. اوه ما شاء الله تبارك الله، وش هرجة الحفاضات هذه؟ ايه لازم تغيري لهم حفاضة دحين، اول طفل ما تحصليه يبكي اكيد يبغى يغير الحفاضة او يبغى رضاعة. اوه انا ما كنت ادري بهذا الشيء، دحين عرفت بيه. اوكي يلا بالتوفيق، يلا انا دحين لازم اقرا لهم القصة، وبعد ساعة انا دوامي ينتهي، وانت شكلك اللي راح تكملي. انا اللي راح اكمل، ايوه راح تكمل وتقرأي لهم القصص تنوميهم. اوكي هذه سهلة، بس بعدوا عني الحفاضات هذه. بالتوفيق، شكلك مرة طريفة ما شاء الله. خليني اخرج برا واشوف. يا استاذ امل، يعني اشوف الاطفال اللي برا؟ ايوه العبي مع الاطفال اللي برا الحين، واذا واحد جيعان ولا غي يبغاله حفاضة، انت شوفي عادي ايش يحتاج الطفل. اوكي بروح واشوف. معليش حطوه، لا تبكي خلاص، بس حبيبتي بس معليش، ايش تبغي؟ طيب قولي لي عشان انا اعمل لك، انا ماني عارفه انت ايش تبغي، قولي لي ايش تبغي عشان انا اعطيكي. بس خلاص حبوه، اوف ريحتها معفنه، ايش هذا؟ خلاص حبوه معليش، والله ريحتها مره معفنه، خليني اروح اشوف. تغريد هذه ريحتها مره معفنه، غيري لها انت. دورك انت، ما انت شايفتني انا شايله هذا، يلا انت غيري لها. يا ربي مر ريحتها عفنه وقاعده تبكي، يوف دحين ايش اسوي؟ روحي غيري لها خلاص، بس معليش خلاص، يلا دحين اروح اغير لها واشوف امري لله. يا ربي كيف اغير اصلا حفاظ، انا ما اعرف كبيره وع
دكتها مرة تقرب. يا مين شيل بتاع الكتكة هذي؟ يا شوف كتكتها كيف. أنا كيف أشيل هذه الكتكة؟ حد يساعدني كيف أشيل هذه الكتكة من هنا؟ يا ربي كيف أشيل؟ والله إني أتورط، كيف أشيل هذه الكتكة؟ يا آخر عمري أشيل الكتكة بيدي، يا من الزبالة. يا شوف شوف إيش لقيت، فين الزبالة يا ربي؟ خليني أرميه في أي مكان، يا تعبانة خليني أروح أغسل يدي بسرعة. يلا حبيبتي ما بقي شيء، خلاص خلصنا، يلا قومي تعالي. أوف أخيرا خلصت من هذه الفنوتة، الحمد لله. أوف يلا خلينا نطلع برا، حاول خلينا حاول. لا سيبي شعري، ايش بك؟ ايش بهذي؟ بتقطع لي شعري بنت، سيبي النظارات حقتي يا ربي. ايش بهذي البنت كذا مرة مش هكسة. يوه ما ابغى ما ابغى، بطلي اوف، اعوذ بالله. امسك شوف هذه البنت ما ادري ايش بها، مرة بتزعجني، شوف كيف تلعب بالنظارات حقتي. كذا هم الاطفال، هاتيها كذا شوفها شكلها خلاص تبغى تنام، انا انومها دحين. هم كذا الاطفال ترى، لازم تتحملي اهو. حتى انا حبيبتي والله حتى انا، يوه مرة صعب، خليها تنام احسن. ايوه نامت خلاص، حطيتها على السرير عشان تنام. لازم تتحملي انتي يا زيزو، ولازم تعرفي ايش تسوي مع الاطفال. يلا خلاص انا دوامي كده بينتهي، انتي الحين راح تكملي وتقرئي لهم قصة. شوفي هذا الطفل اللي هنا ما نام يا ربي كمان. يلا خلينا نشوف. كان يا مكان في ثعبان كبير، والله انا ما اعرف ايش هذه القصص حقتهم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في ثعبان كبير مرة يبغى ياكل الصغار هذول اللي ما يناموا. لازم تناموا عشان الثعبان ما يجيكم، يلا ناموا عشان الثعبان ما يجيكم، يلا ناموا بسرعة يلا انت وياها. ايش هم هذول الاطفال ما يبغوا يناموا؟ كأنه شيء جديد علي والله، كأنه ما عندي اخوان في البيت. ايش هم دول فجأة كلهم قاعدين يبكوا؟ ايش القصة ما عجبتهم ولا ايش؟ يا زيزو زيزو زيزو، وطي صوتك شوية يا زيزو، صوتك مرة عالي وانتي قاعدة تحكي لهم القصة، وطي صوتك. شوفي كل الاطفال صاروا يبكوا، يلا قومي شيليهم وسكتيهم، يلا قومي سكتي الاطفال يلا. يا ربي انا كمان راح اشيل واحد واساعدك فيهم، يلا نحاول انك تنوميهم دحين مرة ثانية زي قبل شوي. قبل شوي ما شاء الله نومتي اللي عندي، خلاص طيب نام. طيب يلا حطيه على السرير اذا نام، عشان لا يتعود على الشيل ويتعب بعدين امه. حتى اللي عندي نام خلاص، يلا خلاص كده اقرأ القصة بشويش يا زيزو. اوكي اوكي يا مديرة. يا الله هذه البنت شكلها راح تجنننا اليوم. زيزو يا زيزو يا زيزو، ايش بها هذه البنت؟ فينها زيزو؟ خليني احطها على هنا واروح اشوف هذه البنت ايش بها. يا زيزو زيزو زيزو، نايمة ليش؟ شوفي الأطفال قاعدين يبكوا وهي نايمة، إيش بهذه البنت؟ زيزو زيزو، بسم الله الرحمن الرحيم، والله راحت علي نومة معليش. لا شوف الطفل كيف قاعد يبكي، بالله إذا أمه جات كيف كذا؟ حتقوليش علينا؟ والله أنا آسفة ما أدري كيف نومت، أصلا ما حسيت بنفسي يا ربي. لا لا خلاص، انتي يبغالك لسه، انتي يبغالك دور عشان تعرفي للأطفال، لسه ما تعرفي لهم زين. هاتي الدفتر، حطي الدفتر واطلعي فوق خلاص. يعني ما تبغوني؟ لا لا خلاص اطلعي فوق. يوه قلعوني شكله من الشغل يا ربي، اصلا الشغل متعب مرة ما عجبني انا. والله اني حبيتك مرة، بس لكن والله الشغلة هذه يبغالها مرة، لازم تتعلم أشياء كثيرة، بالله إذا الأم جات وشافت كذا إيش راح تقول عننا؟ ها